واحد بيقول العطاء يولد المحبة والعطاء يولد الكراهية. هذه بعض كلماتكم منذ أسابيع، ولكني أتمنى أن تصل هذه الكلمات إلى كل مسؤول أو راعي حتى لا يفقد محبة أولاده. لا أشوف وين نفس الجملة تحتاج إلى دقة في التعبير. العطاء يولد المحبة، أنا موافق على ذلك، لكن العقاب يولد الكراهية. ليس كل عقاب يولد الكراهية، دي ما أقدرش أوافق عليه، لأن ربنا أحيانا بيعاقب، فهل دي بتولد الكراهية عندنا؟ الكلام ده ما أقدرش أوافق عليه. كمان نوعية العقوبة وطريقة العقوبة، لو ما كانش فيه عقوبة على الإطلاق يحدث نوع من الاستهتار، وكل واحد يعمل ما يشاء. ده ربنا أوجد العقوبة من أول خطية، عاقب آدم وعاقب حواء وعاقب الحية في تكوين الصحبة له، فمش كل عقوبة تولد الكراهية. في عقوبة توقظ الإنسان وتوقظ ضميره وتوقظ ضمائر الآخرين، ولذلك بولس الرسول قال لتلميذه تيموثاوس في الرسالة الأولى إصحاح 5، قال له الذين يخطئون وبخهم أمام الجميع لكي يكون عند الباقين خوف، لكي يستفيد الآخرون من العقوبة وما يخطئوش هم الاخرين. ولذلك نجد ان في اول العصر الرسولي القديس بطرس الرسول عاقب حنانيا وسفيرة بعقوبة شديدة جدا، وبعد كده يقول الكتاب في اخر الاصحاح فكان في خوف على جميع، يعني الناس شعروا بأن ما يقدروش يمشوا في نفس المجال وكان تأديب لغيره. وفي الرسالة إلى العبرانيين يقول أي ابن لا يؤدبه أبوه، وإن كنتم لا تقبلون التأديب فأنتم نغول لا بنين. بس المهم أن يكون للعقوبة بعض الشروط. هقول لكم شوية شروط. أول حاجة الإنسان يبدأ بالتعليم وبالإقناع قبل العقوبة، وثانيا لا يعاقب على كل خطأ. ففي مسائل تيجي بالتعليم، زي ما ورد في الدسخولية امحو الذنب بالتعليم. إن ما نفعش التعليم يبقى بالتأديب. تاني نقطة، إقناع الشخص اللي الأب بيعاقبه إنه فعلا غلطان وإنه يستحق العقوبة وإن العقوبة لفايدته. ده ساعات في بعض الآباء يقول للشخص الغلطان يقول له اختار لك عقوبة، واحد اثنين ثلاثة اختار لك واحدة منهم، بل ان هذا الامر اتخذه الله نفسه. فلما اخطأ داود ارسل اليه ناسان النبي وخياره بين ثلاث عقوبات، تاخذ دي ولا دي ولا دي، وداود رد وقال اقع في يد الله ولا اقع في يد انسان لان مراحم الله واسعه. فيبقى ليس على كل ذنب توجد عقوبة، ولذلك نقول في المزمور 130 أول مزمور من مزامير صلاة النوم، نقول لربنا لو كنت للآثام راصدا يا رب
يا رب من يصبر لأن من عندك المغفرة. فالله لا يعاقب على كل خطية، وإلا ما كانش الناس يعرفوا يعيشوا، ده كل يوم بيغلطوا. فلو كل يوم عقوبات الحكام الشد رص. وبنقول في آخر مزامير باكر: لا تدخل في المحاكمة مع عبدك لأنه لا يتذكر قدامك أي حي، فيبقى مش على كل ذنب توجد عقوبة، ونخلي التعليم في الأول قبل العقوبة. ثالث نقطة: تكون العقوبة على قدر احتمال الشخص اللي بيعاقب، زي ما بيقول الكتاب ان الله لا يسمح بانه يدربكم فوق ما تطيقون، وان يكون مع التجربة المنفس. فما تكونش العقوبة اكثر من احتمال الشخص، يعني لازم اللي بيعاقب اذا كان راعي او اب او معلم او مرشد او اي حاجة يراعي احتمال الاقصاد. كمان في عقوبات تكون في السر وعقوبات تكون في العلن على حسب الظروف. كذلك العقوبة لا تمنع المحبة، يعني أب يعاقب ابنه وتفضل المحبة موجودة على الرغم من العقوبة، وتكون العقوبة للفائدة مش مجرد عقوبة. يعني وفي هذه الحالة لا يمكن ان العقوبة تولد كراهية، لان شعر الشخص بيشعر بفعلته. والمثال اللي موجود عندنا في الكتاب المقدس لهذا الامر القديس بولس الرسول لما عاقب اهل كورنثوس ووبخهم دي في الرسالة الأولى في كورنثوس الأولى الإصحاح 5 بالنسبة لخاطئ كورنثوس، وقال لهم اعزلوا الخبيث من وسطكم. جه في الرسالة الثانية رفع العقوبة وقال لهم شوفوا العقوبة ازاي جابت لكم نوع من الغيرة ومن الحماس والتوبة إلى آخره. ونفس الشخص اللي عاقبه في كورنثوس الأولى سامحه في الرسالة الثانية وقال أرجو أن كنت تمكنه له المحبة لئلا يبتلع مثل هذا من الحزن المفرط. يعني زي طريقة يضرب ويلاقي. فمش كل عقوبة ومش كل ذنب وطريقة العقوبة لازم تكون معقولة ومفيدة. لكن لو احنا قلنا ما فيش عقوبة خالص ده الناس بقى يستهتر. ولو قلنا في عقوبة على كل ذنب الناس يتعبوا. فعايز احب اهم حاجة في الفضائل الحكمة والإفراز.